تحية عتيرة. إذا مداخل جديدة بعنوان قضية الإيديولوجيا عن بوريكير من جهة مصادرها واستتباعاتها. مقدمة: تهدف هذه المداخلة إلى إلقاء الضوء على قضية الإيديولوجيا كما وجدت في أعمال بوريكير. يرى ريكير أن الإيديولوجيا ليست فقط تشويه للواقع الاجتماعي، هي مرتبطة أيضا بسلطة المجتمع وتكامله، وهو ما يغير في الواقع طريقتنا في فهم العالم بأسره. الإيديولوجيا مشكلة لا نهاية لها ولا يمكن حلها، حيث لا يوجد مكان غير إيديولوجي يمكن من خلاله مناقشة الإيديولوجيا. يتم استخدام التفسير التأويلي الفيمولوجي في محاولة للتوسط في الظواهر الإيديولوجية بطريقة تشبه ريكير. بمجرد أن يتحرك الاتجاه المعاصر في الفلسفة نحو التطبيق العملي براكسس، فإن هدفنا في هذه المداخلة هو أن نأخذ هذه النقطة في المقدار لتتبع السمات الرئيسية لمفهوم الإيديولوجيا عند بول ريكير. كهدف ثانوي نقدم إطار نظري للتفكير بعمق في التطبيق السياسي والاجتماعي براكس، هذا من أجل جعلها إجابات مجدية للمشكلات التي ظهرت مؤخرا في واقعنا المعاصر، لحظتنا الراهنة، مجتمعنا، واقعنا الاجتماعي. من المهم تسليط الضوء على مساهمة بول ريكير في الفلسفة الاجتماعية والإيثيقية. يظهر ريكير طريقة مشرقة وقوية لجعل نقاطه مفهومة، إلى جانب إظهار تعليم كلاسيكي جيد حول مناقشة القضايا التي تتطلب تقليدا فلسفيا. أولا، لمحة تاريخية موسعة عن مفهوم الإيديولوجيا. يقدم هذا لمحة تاريخية موسعة عن مفهوم الإيديولوجيا من مصادر أصلية إلى التعريفات معقدة التي تأخذ منهج الهرمنوتيقي على نحو ما جيد ممنوح، خاصة في مستوى الخصائص والقوانين وعلاقتها بالعلامات التي تمثلها أيضا. بعد ذلك يكتسب نفس الشيء معاني أخرى لفلاسفة آخرين مثل أوغست كونت وإيميل دوركيم. يفترض أيضا أن الإيديولوجيا هي طريقة لإخفاء الواقع الاجتماعي، مما يعني الكشف في معظم التعريفات الموجودة في العديد من قواميس الفلسفة. على وجه ذلك، فهو يحاول تمثيل عالم الاحتيال وفرض وجهة نظر الطبقة الاجتماعية المهيمنة على طبقات الدنيا. من وجهة نظر بول ريكير، من الممكن أن ندرك أن هذه نظرة ضيقة تؤكد فقط على الجانب السلبي للنقاش. من أجل مضي قدم في هذا النقاش، فإن اقتراح ريكير هو إعادة التفكير في المشكلة حتى يصبح من الممكن إيجاد إحساس مزدوج ووجهة نظر أوسع. هناك كلمات تاريخية طويلة فيما يتعلق بشبهة زائفة الماركسية، لسيما سوى حلقة واحدة في هذه السلسلة. يقدم ريكير في كتاب الإيديولوجيا واليوتيوب نبذة تاريخية عن هذه المسألة. يبدأ الفلاسفة السياسيين ويوضح لهم أن هناك أكثر من ماركس واحد، ماركس الشاب إنساني الموصوف في كتابه المخطوطات الاقتصادية والفلسفية لعام 1844، والإيديولوجيا الألمانية، ومثل ماركس الراشد والكلاسيكي في مرحلة كان الشغل الرئيسي له هو البنية الاقتصادية للمجتمع. فعند العمل على مفهوم الإيديولوجيا، انتقد الشاب ماركس المثالية التي تنقض فكرة أن معظم الأفكار تأتي على أنها حقيقة مستقلة وليست إحساس وليست مرتبطة بالحياة وعملية العمل الاجتماعي. في ماركس الكلاسيكي اكتسب مفهوم الإيديولوجيا إحساس بالمعرفة يتعارض مع مفهوم العلم. من هذه النقطة فصاعدا تم أخذ مفهوم الإيديولوجيا وتطويره من قبل مدرسة فرانكفورت كمصدر لنقد علوم علم الاجتماع الوضعي والماركسية البنيوية لويس ألتوسير. خلال قراءة كتاب الإيديولوجيا واليوتوب لمانهايم، ناقش ريكير العلم والإيديولوجيا وفحص بعض الوظائف الراديكالية الأخرى للإيديولوجيا إلى جانب تلك التي تتأمل في تشويه الواقع وإخفائه. ومن ثم فإن استخدام تحليل السلطة من قبل ماكس فيبر هو وسيلة لإثبات أن وظيفة التكامل في المجتمع متكررة عند ريكير، وبحسب فإن هذا يضمن هوية المقولات الاجتماعية والفئات والطبقات. من الممكن القول وفق ريكير أن الفكر الحديث أصبح قضية تفسير، حيث تتعلق المناقشة الأساسية بالوهم. فلسفة ريكير هي طريقة تفكير تهدف إلى تفكيك أوهام الذات. يفتتح هذا نقاشا يشكك في اليقين الفوري لتأمل ديكارت، ويظهر أيضا مدى خطأ الافتراض الأول حول اليقين. ثم يقول ريكير أنه من واجب الفيلسوف الحديث تفسير العالميات والإيديولوجيا من خلال وجهة نظر تأويلية، وهذا أيضا هو الغرض من الفلسفة المعاصرة التي تبدأ من منظور الإنسان وتنتقد وهم الذات. تم إنشاء نقطة مشتركة بين الأخلاق والسياسة والتي تنطوي على إنشاء الحقوق الأساسية في المجتمع، وخاصة تلك المتعلقة بتوزيع الثروة والعدالة الاجتماعية. تظهر الظاهرة الإيديولوجية في مجتمع ما بعد صناعة فيما يتعلق بإخفاء الواقع، صراعات الكبرى في المجتمع التي تحاول تقديم إجابات المناقشات الوطنية هي نتيجة هذا الشرط الوهمي، وهي ربما نشهد صراعات أثارتها إيديولوجيات تنقض قضية الحفاظ على الوضع المجتمع ما بعد الصناعة. البعض الآخر مع يذهب إلى مجتمع صناعي، وآخرون يشيرون إلى مجتمع يعني زراعي أو متخلف.
هو ليس مجتمع صناعي بالفعل. ثاني مصادر مفهوم الإيديولوجيا عن بوركير بإيجاز شديد سوف نتبع الطريقة التي تبعها ريكير في كتاباته في كتابه الإيديولوجيا واليوتوبر لتجاوز مفهوم الإيديولوجيا مرة واحدة مع الأخذ بمفهوم الإيديولوجيا عند ماركس وألتوسير ومانهايم وماكس فيبر وهابرماس وجيريتس كما هو مضمون. يبدأ ريكير بحس ظاهر للاستنتاج المعنى الأساسي للإيديولوجيا أنه يؤكد على وظيفة الإيديولوجيا، أولا إخفاء الواقع، ثانيا شرعية السلطات، ثالثا اندماج الاجتماعي. يبدأ التحليل عند ريكير من ماركس أي المفهوم الأكثر شيوعا وظهورا للظاهر الاجتماعي للظاهر الإيديولوجي، إخفاء الواقع الذي يأخذ في الاعتبار تعارض بين الإيديولوجيا الخطة المثالية والتطبيق العملي الخطة الحقيقية، كما أنه يمر من خلال ألتوسير ومنهجه البنيوي حول الماركسية التي تنص على موقف آخر بين العلم والإيديولوجيا كنقطة تحول في هذا المسار. يأخذ ريكير منهج مانهايم في الاعتبار فيما يتعلق بالظاهر الإيديولوجي لإظهار عدم وجود مثل هذا العلم، ما كان محايد لمناقشة مفهوم الإيديولوجي، لذلك نحن غير قادرين على فصل العلم عن الإيديولوجيا والمعرفة الرئيسية عن الواقع تتأثر بشكل واضح بالإيديولوجيا. من ماكس فيبر يحاول ريكير إيجاد طريقة جديدة لمعالجة الظاهرة الإيديولوجية مشيرا إلى مفهوم آخر الإيديولوجيا شرعية السلطة. هناك فرق بين نوايا من هم في السلطة وشرعية السلطة، ووفقا ريكير يطلق على هذا الشجاعة الإضافية السياسية. تخفي الإيديولوجيا هذا الاختلاف الدائم، وبعد تحليل ريكير من الضروري انتقاد مفهوم الإيديولوجيا لسبب ارتباطها الدائم بالسلطة، كما أنه أخذ بعض المفاهيم من هابرماس مقاربا بين نقد الإيديولوجيات والتحليل النفسي. وبعد إخضاع الإيديولوجيا لمجموعة متنوعة من الانتقادات أشار ريكير بناء على جيريتس أخيرا إلى سمة ثالثة للإيديولوجيا التكامل المجتمعي اندماج الاجتماعي الجانب الإخفائي والشرعي، فإن الإيديولوجيا لها وظيفة الحفاظ على الهوية واندماج المجتمع واندماج المجموعة في مجتمع. وفقا لبول ريكير هناك علاقة جدلية بين العلوم الاجتماعية والإيديولوجيا، لذلك فإن أي محاولة لفصلها هي إهدار للطاقة والوقت. هناك أيضا رابط بين الإيديولوجيا وصراعات الفئات والطبقات في المجتمع المعاصر التي تعزز ضرورة اتباع مناهج جديدة للتواصل فيها في مجتمع ما بعد صناعي. لكن في النقطة الثالثة هناك اعتراض على المقاربة بول ريكير للإيديولوجيا. مجرد طرح مشكلة الأساسية الفلسفية تم طرح اعتراض على منهج ريكير فيما يتعلق بالظاهر الإيديولوجي. من هذا المنظور تؤثر الإيديولوجيا على المعرفة الكاملة بالواقع، مما يعني أنه لا يوجد موقف غير إيديولوجي للحديث عن الإيديولوجيا. يتم استخدام الإشارة إلى أن الفلسفة والعلوم وخاصة العلوم الاجتماعية هي كثيرة من الإيديولوجيات، لذلك يظهر إليها في الغالب بمعنى أوسع على أنها مرادفة لإخفاء الواقع. لذلك يخفي العلم والفلسفة أيضا الواقع، كما أن النظريات العلمية والفلسفية ليست صارمة للغاية، على ذلك فهي تمارس لا تساوم على الحقيقة. يطرح هذا الاعتراض سؤالا حول الحياة العلمي وضرورة التمييز بين الفلسفة والإيديولوجيا. أن تفكير ريكير الفلسفي قادر على إعطاء إجابة لوجهة نظر هذه. اهتمام ريكير الأساسي هو تجنب انعكاس كامل للواقع والخطاب الأحادي الذي ينتهي بالحقيقة المطلقة، وهذا قمة الإيديولوجيا التي يرفضها ريكير. هذا لأنه يعلن نفسه ضد الحياة العلمي الذي تقترحه الوضعية والمنهج التوفيقي. وفقا له فإن العلم هو معرفة موضوعية، هي مسألة تحكم ومراقبة دون توقف في الذات. من منظور آخر وفقا لريكير فإن افتراض موقف معاكس يمكن أن يترك لنا منهجا نسبيا في البحث العلمي، لقد اتضح أن النتائج التي تم الحصول عليها ليست صالحة كونيا ولديه الكثير من التاريخية. توجد وجهة نظر أكثر موضوعية لجعل العلم والفلسفة غير ممكنين إلا بعد إجراء نقدي يتضمن أوهام الذات من خلال تفسير العلامات، وهي طريقة للتواصل في فهم الواقع. وفقا لريكير فإن الدور الرئيسي للفلسفة هو الكشف عن المعنى الحقيقي من خلال تمرير التشويه الإيديولوجي والتوباوي، لا نحصل عليه إلا في نهاية عملية الاستفسار العلمي. من أجل الوصول إلى هذه المسألة يقترح الفيلسوف الفرنسي ريكير فهما تاريخيا تأويليا هرمنوتيقيا وطريقة أطول لعرض المشكلة. في الواقع تؤسس هذه الطريقة مثالا حاسما نقديا بين فهم المسبق للواقع والتصور المسبق بسبب اتساع مسافة السيمة وانتقاد الإيديولوجيا وأوهام الذات. من الممكن القول أن المعرفة المكثفة مبنية على المصالح، لذا فهي مسألة تلاعب وهيمنة وتشويه في الاتصال. إن واجب الفلسفة هو شجبها بمجرد أن تصبح مصدرا لإنتاج أوهام ذاتية،
ريكير مهدد بمشروع تحرير الإنسان بسبب عملية النقد، على الرغم من أنه يحذر أيضا من ضرورة افتراض وضعنا التاريخي. لا يوجد مثل هذا هؤلاء النقاد الراديكاليين القادرين على كسر أساس السيمة التي يقوم عليها الشرط التاريخي تماما. ترتبط الإيديولوجيا بفهم خاطئ للواقع والمصالح، وهي تتمتع ببعض السمات الخاصة: عنف الكلام، تضليل، تحيز في تعداد الاستكشاف والأسباب. تقوم الإيديولوجيا بتحويل المعرفة لنظام من المعتقدات، لذلك يتطور بحث العلم الجيد بسبب النظام العقلاني، حيث يكون شغل الشغل الرئيسي هو الحقيقة. ومع ذلك فإن اهتمام البحث المتحرك غير قادر على فصل سبب عن المعتقدات في بحثها العلمي. يشير النقد المتضمن في الإيديولوجيا إلى الاهتمام بالتحرر، أي إقامة اتصال بلا قيود وبلا حدود من خلال عملية تكوين توافقي. لا يتم إنشاء توافق مسبق قبلي، على عكس من ذلك يتم قطع الاتصال عند مستوى نقطة البداية. هكذا يؤسس ريكير للهجة بين الجهة ولهجة بين الإيديولوجيا والفلسفة دون التماهي لواحدة مع الأخرى. يوضح لنا مدى قربهما من واجب الفلسفة انتقاد الإيديولوجيات. كما تفترض الإيديولوجيا عند ريكير معنيين جديدين، أحدهما شرعية السلطة والآخر التكامل الاجتماعي، الذي يعمق ويوسع فهمنا الخاص للظواهر. ليس من الممكن لنا أن ننظر فقط في الجوانب السلبية للإيديولوجيا، ولكن يجب أيضا أن نأخذ بعين الاعتبار جوانبها الإيجابية الذي يضيق العلم والإيديولوجيا. يمكن أيضا أن نقول أن الحياد العلمي ليست قضية محتملة لريكير، لكن الدقة العلمية لن يتم التوصل إليها إلا بعد شعور بالواقع، على الرغم من كونها عملية نقدية للذات، لأوهام الذات. وفقا للفيلسوف الفرنسي ريكير، فإن الإيديولوجيا واليوتوبا هما دليل على الخيال الاجتماعي. الإيديولوجيا هي في مكانها المعاكس لليوتوبا، ويمكننا فقط انتقاد مفاهيم الإيديولوجيا من خلال اليوتوبا. الإيديولوجيا محافظة، فهي تهدف إلى الحفاظ على نظام السلطة، في حين أن اليوتوبيا شيء ثوري لأنها تسعى إلى قلب المؤسسة، في حين أن المقاربة التأويلية للإيديولوجيا تكتمل أخيرا باليوتوبيا لأن حدودها الخاصة، أي أن المقاربة الإيديولوجية ترسلنا إلى فكرة اليوتوب، والعكس صحيح. أن الطريقة التي يناقش بها ريكير اليوتوبيا تستحق منهجا عميقا ومنهجيا، ليس الغرض منه يعني هنا التي هنا اقتصرنا على دراسة الإيديولوجيا. يتم ترك مقاربة أعمق لليوتوبيا كبحث مستقبلي إن شاء الله. إذن هذه مداخلتنا حول مفهوم الإيديولوجيا عند بول ريكير. شكرا جزيلا على حسن الانتباه، أرجو أن تكونوا قد استفدتم. إلى اللقاء في مداخلة قادمة.